أمير زبير، مؤخرا أعطيت الحال لنانسي عجرم، إليسا، أمل حجازي، سعود أبو سلطان ودينا حايك، وحاليا عم بتحضر ألحان جديدة لم الحمزين، إليسا، عاصي الحلاني وغيرهم. اليوم التقيت بإليسا أنا وجاي وبعثت لك سلام كبير بس عرفت إنك ضيفنا، وبدي بارك لها كمان لايف لأنه عرفت منها اليوم إنه صار عندها أبلكيشن جديدة واللي من خلالها صار فيهم كل معجبينا يتابعوا أخبارها وصورها على الآيفون والآيباد والآيبود، فمبروك إليسا على هالأبلكيشن.